اليوم جيت نتفكر دراستي القديمه اللي قريت فيها. اجيو معايا الدراري. هنا في 2011 قريت اللغة الفرنسية، قرينا اللغة الفرنسية هنايا. دابا زيدو معايا نوريكم، قريت هنا السادس في اللغة الفرنسية وقريت الرياضيات. جيت نوريكم شنو قريت على كيضحكوني كيجلسو في التسالي، واحد جوج هنايا كانو كيضحكوني كيجلسو في التسالي، وكنا كنقراو لونجلي، وكنا كنقراو اللغة العربية، وكنا كنقراو فهمتي. هنا فين قرينا؟ هنا فين قريت اللغة العربية؟ هنا خامس. هنا فين قريت اللغة العربية؟ وقريت المهم هنا فقرة اللغة العربية عند السادة سواد. أنا نوريكم اللغة فقرة اللغة العربية عند السادة ربيعة. ها القسم اللي قريت فيه عند السادة ربيعة، هذا هو القسم اللي قريت فيه اللغة الفرنسية وقريت فيه عند السادة ربيعة. هذا هو القسم، هذا القسم قريت فيه اللغة الفرنسية وقريت فيه عند الاستاذ ربيع اللغه الفرنسويه، وقريت فيه عند الاستاذ ربيع. وكان داك الساعه الاستاذ ربيع حتى هي كانت صعيبه، حتى هي كانت كضرار وكانت فهمتو، ولكن قرينا الحمد لله جبنا السادس هنايا. حنا قرينا السادس عند الاستاذ ربيع وقرينا اللغه الفرنسيه عند واحد الاستاذه مازال صغيره كانت تقرينا اللغه الفرنسيه في هذا القسم. قرينا اللغة الفرنسية في القسم الخامس. غنوريكم القسم اللي قرات فيه التحضيري بالنسبة لي واحد الثمن زوين في 2006 قرينا فيه التحضيري. أنا غنوريكم دابا دوزنا فيه نهار زوين واحد الزمن زوين، قسم قديم مسدود، القسم مسدود. القسم هذا قرينا فيه في 2006 وهذا القسم قرينا فيه في 2007. هذا القسم هذا وهذا قرينا فيه في 2006 دابا راه هو مسدود، مسدود هذا القسم هذا قرينا فيه في 2006 هذا القسم هذا، ودوزنا فيه يوم دوزنا فيه واحد الزمن زوين في 2006. كان عندنا جيل ذهبي في 2006 هذا القسم هذا، وهذا القسم هذا دوزنا فيه في 2007 عندك الساعه واحد الجيل زوين في 2007. كنا كنضحكوا وكنا كنشطوا هذا القسم عاوتاني، كنا كنضحكوا كنا كندوزوا السراحه هنايا، السراحه كنا كندوزوها هنايا فهمتوا، وكنا كنجلسوا في هذا القسم هذا، كنا كنجلسوا في هذا القسم هذا فهمتوا. القسم هذا كنا كندوزوا فيه يوميات زوينه، هذا القسم هذا كنا كندوزوا فيه يوميات زوينه، كنا كندوزوا هنا في كان كيجلس يحيى الفريد، وهنا كان كيجلس هنايا، وهنا كان كيجلس مهدي صادق، فهمتو. هنا كانو كيجلسو الدراري، كنا كنضحكو، كنا كنشطو. بحال نهار سي فهاد الأحمر سي جلس هنا في 2007 يحيى الفريد سي كيقولو تصفيقات حارة، وكنا كنضحكو في هاد القسم، وكنا كنشطو. والقراية؟
انت كنا كنضحكوا والقرايه ما كنتوش كتقرا كنا كنقراو ولكن كنا كنا واحد الاستراحه كنا كنضحكوا كنشطوا استراحه باش في القيصه استراحه كنا كنضحكوا ونشطوا وكنا مكسر اليوم الدراسه ديالنا كنا كنجيو له كنجيبو خداتنا ونضحكوا ونشطوا فدوزنا واحد الزمن زوين في 2007 في واحد الزمن زوين ديك الساعات كنطاح وكنا شرب وكان زعما يعني شحال 2007 كنا كنضحكوا في واحد الجيل زوين كنا كنضحكوا ونشطوا كان واحد الجيل زوين 2007 كان واحد كانوا الناس كانوا الدراري كانوا الدراري شي كان كيحلم بشي كيعرفوا هاد التمرين فرق كبير ما بينهم وبين ديال الدار فهمتوا كان شي كان كيحلم على شي 2007 2006 دوزنا في القسم هذا وانا كنت كنبكي كنت شحال هادي كندخل لهنايا كنت اول مره دخلت لهنايا الحوم عربي ودخلت فيهم لست سنين وكنت كنخاف وكنت كنبكي فهمتي ودابا فهمتي دابا الحمد لله دابا الحمد لله خديت الاجازه في 2024 دابا 2024 خديت الاجازه الفي اول عام منين جيت اول عام منين جيت من ابو سمرود مرود ديال الدراري الصغار من ابو السعد مرود ديال ابو السعد كنت لك انا عارف انا نقرا يعني دخلت على القسم هذا تعلمت القرايه تعلمت ودخلت على القسم هذا تعلمت لا كونجيكيزون تعلمت القرايه تعلمت كل شيء انا غنوريكم القسم اللي كنا اول مره اللي قريت فيه اللي كنا اول مره كنضحكوا فيه القسم اللي كنا اول مره كنضحكوا فيه انا نوريكم هفهم انا هذا القسم هذا ما تنساوش القسم هذا كنت ما تنساوش قريت فيه عند الاستاذ عربيه في الرابع او السادس كان ديما العصا العصا كانت كتعطينا العصا وحاط نهاية راسي هاد الدراري هاد اللي وليكم الدراري اللي كانوا كيتحملوها ها فين كانوا كيتحملوا هنا الدراري الكسالى ها فين كانوا كيتحملوا هنا ها فين كانوا كيتحملوا الكسالى هنا فين كانوا كيتحملوا هنا كانوا كيتحملوا الكسالى هنا عمرك تحملتي يا دريس؟ لا المشاهد انت كنت فين كتجلس؟ كنت هنا كنت كنجلس في هاد الطبله وجلست في هاد الطبله كان معايا واحد كنجلس في هاد الطبله وهاد الطبله فهمتوا؟ وكان معايا واحد الدري كانوا كنضحكوا دايما على واحد الدري كيجلس هنايا كنا دايما كنضحكوا عليه وانا كنطلعوا عليه القشابة وعلاش؟ السادس ايوا كنا كنطلعوا عليه القشابة ياك كنت مكني يعني واحد الكنية ما كانش كيعجبو الحال بلا ما نذكر السمية كنت كنقول له إذا كان ممكن تذكر لنا السمية ديالك لا ما نذكر السمية تحية لي خاصة كنا كنقول له كيشطح بالكيسان ياك كنقول له كيشطح بالكيسان هنا في كان كيجلس هو هنا في كان كيجلس هو وحنا نفسي كان جالس مع واحد الدري هنايا كان جالس مع ايوب الكعاب هنايا وسمع وكنت جالس هنا مع ايوب الكعاب قال لي فلان باش كيشطح وكيف الكيسان هو يسمعني هو يقول لي الاستاذه ويعطيني من العصا واحد الاستاذه في الخامس باللغه الفرنسيه فهمتو كان واحد طاح في النشاط فهمتو فهمتي كنا فضحك والنشاط فهمتي كنا فضحك والنشاط دابا ديك الزمن صعب يرجع للورا وخا يرجع مع عمرو يرجع للزمن بحال العربي والضحك والنشاط مع عمرو يرجع الخوت زمن بحال العربي مع عمرو يرجع للدراري اجي نوريكم فين كنت كنقراو اللغة الفرنسية فين كنت كنقراو اللغة الفرنسية تبعوني غنوريكم فين كنت كنقراو اللغة الفرنسية كنت كتقريني الأستاذ أنا ديال بقى لي اللغة الفرنسية شحال هادي كنت كتقريني ودابا دابا غادي نشوفو فين كنت كنقراو اللغة الفرنسية كنا ديما كنا 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 كنا
نكونوا على لا كونجيغيزون فهمتوا؟ هي ما حنا قلنا كنكونوا على لا كونجيغيزون ها كنا ديما كنكونوا على لا كونجيغيزون هنايا وهنايا قرينا عند الأستاذة ديال البقالي كتقرينا اللغة الفرنسية كتقرينا هنايا نادية البقالي كتقرينا اللغة الفرنسية فهمتوا؟ كنا كنقراو اللغة الفرنسية كنا كنقراو اللغة الفرنسية دابا اللغة الفرنسية كنا كنقراو لا كونجيغيزون غرامير كنا تعلمنا شي شوية تعلمنا بزاف الحوايج في هذه المدرسة تعلمنا بزاف الحوايج تعلمنا اللغة الفرنسية تعلمنا العربية تعلمنا بزاف الحوايج تعلمنا كنا كنقراو عندنا ديال القالي كتضربنا اللغة الفرنسية كتضربنا الكونجيغيزون وكنت كنضربنا على الغرامير فهمتوا وكنت كنضربنا على الاورتوغراف تعلمنا الاورتوغراف وكنا كنقراو هنايا انا عاود لكم واحد الحاجه انا عاود لكم واحد الحاجه انا نوريكم هاي جي هي الى نظام ونظام هنا فين تعلمنا اللغة هنا فين تعلمنا اللغة الفرنسية هنا فين تعلمنا اللغة الفرنسية هنا هنا فين تعلمنا اللغة هنا فين تعلمنا اللغة الفرنسية تعلمنا اللغة الفرنسية أنا عندكم واحد الحاجة واحد مهاراتي واحد الجوج ما حطش بطو ديكتي ما حطش بطو ديكتي هما يتحملوا في الساحة هنايا هما يتحملوا في الساحة هنايا ما حطش بطو ديكتي هما يتحملوا في الساحة هنايا كان هنايا كان هو أنا كنت كنجلس في الطبلة هذه كنت كنجلس في الطبلة الرابعة كنت كنجلس أنا في الطبلة الرابعة وهنا في كان كيجلس واحد الدري واحد الدري سميتو ترمزي كان كيجلس هنايا هنا في كان كيجلس وكان كيجلس هنايا واحد الدري كان دايما حاضرني كان كيجلس حدايا هنايا كان دايما حاضرني كان دايما وحاطه وكنت ضعيف دابا كرة جاني دابا كرة سقلتو فهمتي كان هو البراق دابا كان هو البراق دابا كرة دابا جابين دابا هنايا كرة سقلتو كرة عطيت كرة عطيت لمو سقلة كرة عطيت لمو شي سقلة وزرقتو شي عين كرة جاني دابا ولكن ما جانيش دابا كرة جاني دابا كرة زرقتو عينو كان ديما كان كيضرب حتى انا كنت كان عندي التوحد وكنت مريض في 2011 فهمتي مابقاش كنقد ندافع على راسي دابا وليت كندافع على راسي دابا شوف دابا هنا فين كنت فين كيحقرني واحد الدري كان ديما كان كيحقرني هنايا البراق فهمتو كان كيحقرني هنايا وكنا كندابت انا وياه ديما وهنا في التالي جلس هنايا رمزي مبقيناش كنجلسو انا وياه جلس هنا مع واحد البنت جلس هنايا جلس هنا مع واحد البنت صافي 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 وما زعما الذكريات بالصاب واك جات الذكريات دابا بالصاب دابا غنوريكم القسم اللي كنا كندخلوا ليه لا ولد عام وكنا كنشطوا يلا عليكم فهمتو قسم مع الأستاذة سعاد هنا فين كان كيجلس الحنفي واحد الكاسور كان كيجلس هنايا الحنفي واحد الكاسور كان كيجلس هنايا الحنفي كان كيجلس هنايا كان دايما فوق ما كانش الأستاذة كتقول له قرا ما كيعرفش يقرا كتجي تجلسو هنايا سولها واحد النهار قالت له شحال درتي في الرابعة قال لها ستة قالت له طفرتي هو ما كان كيعرف حتى حاجة ما كان كيقرا على راسو ما والو فهمتو Morning.
كاش راح نتلاعب كاش راح نقوم بوزيسيون بوان دو نوتر كوتي Vous avez pronom possessif. Je peux parler à le pronom démonstratif. Le pronom, ça, ça c'est orthogramme. Les orthogrammes. Ça c'est orthogramme. Orthogramme. Pronom démonstratif. Qu'est-ce que la différence entre E et A? Ou qu'est-ce que la différence entre A accent Adresse. Et A? Adresse. Pardon. Yalla, yalla, je vais aller à la maison. Non, 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 يلا حتى الغدا هرجع يلا خلينا نقرا الابتدائي دريس يلا لا طال لا طال خلينا نقرا الابتدائي ولا طال يا دريس لا نقرا الابتدائي يلا يلا خليني نقرا يلا نقرا عندي إجازة باغي نقرا إجازة باغي نقرا غدا رجع قرا صافي خلينا نقرا يا صاحبي يلا مشي خلينا نخدم خلينا نخدم يلا ادريس بحالنا حتى الغدا واجي قرا يا غدا اول نهار عندك انت غتبدا معاهم دابا صافي يلا لا يلا والله غادي اللهم يسر غدا ان شاء الله اجيك من القرى خليني انا شي غادي سيري انا شي معايا لا ها لا انا شي خليني نقرا دابا راك نقرب هذا سا يلا انا شي سا ادريس سي لو فا ادريس اف او بريزون Et ça Non, donc tu n'as pas le temps. Non, ça. Ah, c'est le verbe être auprès. C'est le verbe être auprès. Et ça, c'est la préposition. Je ne peux pas parler à la préposition parce que la préposition, je peux parler à la préposition. Les prépositions, moi, je peux parler. Les prépositions. Vous avez compris les propositions. Moi, je peux parler à la proposition. Ça, à accent. Et donc. Donc, c'est la préposition. Kuna, qu'est-ce que la différence? Qu'est-ce que la différence entre. Le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que la différence entre ça? Le complément d'objet direct veut dire ce n'est pas un préposition. Et le complément d'objet indirect, il y a les propositions. Ça, c'est les propositions. Ça, c'est les propositions. Oui, ça, c'est les propositions. Oui, ça, c'est les propositions. Oui, je peux parler. Ça, c'est orthographe. Ça, c'est l'orthographe. Là, c'est ça, c'est le grammaire. Ça, c'est le grammaire. Ça, c'est le grammaire. Le grammaire. Ça, c'est le grammaire. Ça, c'est le grammaire. Et ça, c'est l'orthographe. C'est l'orthographe. Ça, c'est l'orthographe. Ça, pour parler à la langue française, vous avez un grammaire, vous avez un orthographe, oui. Vous avez une conjugaison. Vous avez le seul, Vous avez comprendre la synonyme et le contraire des mots. Parce que moi, je peux parler, il y a 10 mots. Le 10 mots à le contraire. Ça, c'est lexicologie. Contraire.
يصونوني بوغ سا سي لوكسيكولوجي شي 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 هاد المرحلة المهمة باللغة الفرنسية هي لكسيكولوجي لكسيكولوجي هي المرحلة باش تتكلم مزيان باللغة الفرنسية بوغ باغلي بيان فرونسوي بوغ باغلي بيان سي اورتوغراف اي غرامير موا جو بو باغلي على كونجيغيزون entre la différence de E et A. La différence de pronom démonstratif et pronom possessif, oui, je peux parler à la conjugaison. La conjugaison, oui. Conjugaison, oui. Brice. Ah.